قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم دخل الأشعث ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ يقصد عبد الله بن مسعود. فقالوا: كذا وكذا. فقال: صدق، لفي والله أنزلت. كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا عرضا حقيرا من هذه الدنيا الفانية والزائلة أولئك لا نصيب لهم من الثواب والخير في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يسرهم، لأنهم قدموا هوى أنفسهم على رضا ربهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة بعين العطف والرحمة والرأفة والإحسان، ولهم عذاب أليم موجع. يا الله، كم من إنسان أهلك نفسه بسبب متاع حقير وزائل من متاع الدنيا، ولكن أن تعرف متأخرا خيرا من ألا تعرف.